بعد ساعات قليلة من دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى صدر لأنصاره بإعادة استئناف احتجاجاتهم، بدأت الحشود تتجه إلى ساحات التظاهر هنا في كربلاء، حيث عادت الخيام التي تمت إزالتها في وقت سابق، وعادت الحشود تهتف بحب العراق ونبذ الفساد والمفسدين. دعوة سيد مقتدى إلى الرجوع للمظاهرات هي لوحدة الشعب ولوحدة لم شمل المتظاهرين بعيدا عن التفرقة، ويجب أن نحذر من الجيوش الإلكترونية اللي جاي تبث سمومها من خلال نشر الدعايات والأكاذيب. احنا وطن واحد وإيد واحدة، كل احنا إيد واحدة، احنا أهم شيء بس على تغيير الحكومة، طلعنا كل احنا ورجعنا الخيامنا على فتوى السيد. متظاهرون رحبوا بدعوة الصدر معتبرينها خطوة بالاتجاه الصحيح، مطالبين بقية شرائح المجتمع بالالتحاق بساحات الشرف، كون القضية اليوم قضية وطن ولا تقتصر على فئة أو شريحة معينة. احنا نرحب بعودة أي شخص يحمل العلم العراقي، بالتالي هم كلهم عراقيين وكلهم طالعين من أجل مصلحة بلدهم، بعيدا عن الدين، بعيدا عن كل السياسات، بعيدا عن كل الأيديولوجيات. اليوم الشعب العراقي متكاتف، الجميع خرجوا من أجل مصلحة العراق وهي المصلحة العليا. اليوم احنا ماكو شيء فرقنا، واحنا كنا واحد، وبالتالي كان مدني أو صدري زين، احنا اليوم طلعنا من أجل مصلحة عامة، ما طلعنا لا من أجل مصلحة حزبية أو من أجل مصلحة سياسية أو دينية. لا للفرقة، لا للفتنة، لا للفساد، نعم لاستعادة الوطن. توحدت هتافات الجماهير العراقية ضد من أراد السوء لهذا البلد الذي مهما اختلف أبناءه يبقى شامخا معززا مكرما. زخم كبير يتزايد في ساحات الاحتجاج يبعث رسالة للفاسدين ومعرقلي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، أن العراقيين يد واحدة لا تفرقهم السياسات والأجندات الإقليمية والدولية. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.